كل عام وحضراتكم بخير مشاهدينا الكرام بمناسبه شهر رمضان، شهر الخير والبركه، شهر الرحمه والمغفره والعتق من النار، هو شهر رمضان المبارك الذي يحمل فرصه لكل منا لتجديد حياته والوصول بها الى بر امان يتيح له الخير في الدنيا والاخره. ولاننا امام ايام معدودات يعني نتعرض فيها لنفحات المولى عز وجل ونملك الفرصه خلالها للفوز والنجاه، فاننا نحاول في هذه الحلقه طرح مجموعه من الرؤى والتصورات الايمانيه حول كيفية الاستفادة من رمضان وفرصه الكثيرة سيكون لدينا حوار هام بعد الأخبار انتظرونا لكننا في البداية هناخد حضرتكم في جولة سريعة لمجموعة من الأخبار اللي شاهدها اليوم الثاني من شهر رمضان المعظم وهنبدأ من اليوم السابع حيث شيع المئات جثمان الراحلة صفاء حجازي من مسقط رأسها بالمنصورة وتحديدا في مدينة طلخة بمحافظة الدقهلية صباح اليوم شيع الحقيقة العديد من المشاركين جثمان الإعلامية الكبيرة الراحلة صفاء حجازي حيث انطلقت الجنازة من مسجد البازات بمدينة طلخة في حضور ضخم من أهالي المدينة كان هناك صلاة للجنازة أولا في مسجد السيدة نفيسة في القاهرة حضروا عدد كبير بالطبع من زملاء الراحلة ومن الإعلاميين زي ما احنا شايفين الصورة معانا الأستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وقيادات تحت زعوي التلفزيون صفاء الحقيقة يعني سيدة يكن لها كل العاملين في مجال الإعلام كل حب وتقدير واحترام ووفتها المنية بعد صراع مرير مع المرض طوال عام الحياة تألمت فيه أشد الألم وتعرضت لأكثر من جراحة وسافرت إلى الخارج بقرار رئاسي للعلاج لكن يعني شاء المولى العلي القدير ان يكون ختامها في هذا الشهر الكريم ندعو الله سبحانه وتعالي ان يتغمدها بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته لقاء ما قدمته لوطنها ولأمتها كانت شخصيه عظيمه بكل ما تحمله الكلمه من معنى من البوابة نيوز ارتفاع سعر الدولار بنهاية تعاملات الأحد حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد حيث بلغ 18 جنيه وقروش بسيطة للشراء و18 جنيه و13 قرش للبيع فيما قفز اليورو الأوروبي لأكثر من 20 جنيه وبلغ 20 جنيه و15 قرش للشراء و20 جنيه 28 قرش للبيع حضراتكم عارفين الأمر متعلق متعلق بعملية العرض والطلب بضغوط استيرادية بقلة المدخول لكن كلنا على يقين انه سعر صرف الجنيه سيستقر إن شاء الله ربما مع نهاية هذا العام أو قبل ذلك أو ربما بعد ذلك يعني قليل وسيعود إلى قيمته الحقيقية اللي كل الخبراء بيقدروها حوالي حوالين من 10 إلى 12 جنيه من الأهرام التعليم وزارة التعليم بتقول إنه الحبس سبع سنوات و ألف جنيه غرامة عقوبة التسريب والغش حيث واجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمس تعليمات مشددة إلى أعضاء لجان الإدارة المشاركين بامتحانات الثانوية العامة تتعلق بعدم حيازة المحمول داخل لجنة الامتحانات لأي سبب حتى لا يتعرض صاحبه للمساءلة القانونية وكشف مصدر مسؤول بالوزارة أن التليفون ممنوع حيازته لأي شخص ولكن هناك مفاوضات مع بعض الجهات للسماح لرئيس اللجنة فقط بحيازته للتواصل مع غرفة عمليات الوزارة حال حدوث أي مشكلة الواضح أنه في إصرار من الدولة ومن وزارة التعليم في هذه المرة على منع التسريب اللي بيتم آه تماما وتوفير المناخ المناسب للطلاب لكي يؤدوا امتحاناتهم آه بكل هدوء وسهولة ويسر إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق بإذن الله من الوفد اخلاء سبيل الابراشي بخمسة الاف جنيه كفاله في التاثير على سير التحقيقات حيث قرر رامي جوبا رئيس نيابه استئناف القاهره اخلاء سبيل الاعلام وائل الابراشي من سراي نيابه بكفاله 5000 جنيه ووجهت النيابه الابراشي تهمه التاثير على سير التحقيقات وتوصيف وقائع محل التحقيقات على خلفيه استضافته لشاهده قتل قاض لمواطن حيث ادت هذه الشاهده بتصريحات مغيرة لبعض ما ادلت به في تحقيقات النيابه. دي كانت مجموعه سريعه من اخبارنا، فاصل سريع وبعده نرحب بضيفنا الكريم فضيله الشيخ احمد ربيع الازهري من علماء الازهر والاوقاف لنتحدث عن كيفيه انتهاز الفرصه والاستمتاع بشهر رمضان المعظم، ابقوا معنا. في شك أن الدنيا بتاخذنا بمشاغلها واحوالها وبتجذبنا اليها لتبعدنا عن حقيقه حياتنا وغايه وجودنا. ثم تاتي ايام من ايام الله، ايام ربانيه طيبه تدق لنا اجراس التنبيه وتقدم لنا فرصا مميزه للعوده الى حقيقه الذات. من اهم هذه الايام ولا شك واجملها شهر رمضان المبارك الذي يمثل بحق بدايه جديده لحياه افضل. كيف الاس.. <applause> عفوا كيف نستفيد من فرص رمضان وأحواله ونغتنم ما فيه من خير وبركة ونفحات ربانية لنكون أقرب إلى رضا ربنا وراحة نفوسنا وعلاقتنا أيضا الطيبة مع كل المحيطين بنا ده هيكون محور حلقة الليلة من برنامجنا مع الناس التي يسعدنا أن نستضيف فيها علمنا الجليل فضيلة الشيخ أحمد ربيع الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف اسمحوا لي أرحب به في البداية أنا سلام مولانا أرحب حضرتك مشكورك على تربية محمد. الدعوة يعني. فضيلة الشيخ أحمد ما فيش شك انه في اثار قرانيه ونبويه حتى عديده وردت في فضل شهر رمضان نعم. اذا اردنا ان نتوقف مع بعض هذه الاثار يعني عن فضل الشهر ولماذا فضل عن غيره بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وبعد ده بيدخلنا لما يسمى بفقه التفضيل أو فقه الاصطفاء يعني قبل أن نستمر في الحديث بتقدم لحضرتك بالتهنئة كل بهذه الأيام وللأمة المصرية والعربية بخالص التهاني وأسأل الله أن يديم على بلادنا الأمن والأمان اللهم آمين. ففي شيء عندنا اسمه فقه الاصطفاء اللي حضرتك دخلت له من ناحية أن احنا في أيام طيبة مباركة وأن احنا في شهر جميل وشهر عظيم وشهر مبارك وشهر رمضان. ففي مجموعة كده من أنواع الفقه على رأسها فقه الاصطفاء. أن ربنا ممكن يصطفي إنسان ويصطفي مكان ويصطفي زمان لا. يصطفي إنسان إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين واصطفى الأولياء والأتقياء والصالحين ده اسمه فقه اصطفاء اصطفى نحن ما في واحد يتوفى امبارح وما حضرش هلال رمضان ما طلعش عليه أول يوم وفي واحد النهارده قبض وفي واحد هيكمل معانا لآخر الشهر ده كله اصطفاء إلهي لمن يحيى هذه الأيام عندنا شيء آخر اسمه اصطفاء المكان فاصطفى المسجد الحرام وجعل الصلاة فيه بمئة ألف صلاة واصطفى المسجد الأقصى وجعل الصلاة فيه بخمسمائة صلاة واصطفى المسجد النبوي وجعل الصلاة فيه بألف صلاة ثم اصطفى الزمان اللي احنا فيه بقى عندنا 12 شهر اصطفى منهم أربعة حروب ثم اصطفى شهرا وهو شهر رمضان وخصه بثلاثة أشياء من فقه الاصطفاء ليصطفناه عشان الثلاث خصائص دول أنه شهر الصيام أنه شهر القرآن أن فيه ليلة القدر كما أنه اصطفى أياما العشر الأواخر من رمضان العشر الأوائل من ذي الحجة العشر الأوائل من محرم كما أنه اصطفى يوما اليوم من الفجر للمغرب يبقى يوم عرفة اصطفى ليلة من المغرب للفجر ليلة القدر اصطفى يوم في الأسبوع الجمعة واصطفى ساعة ساعة إجابة ده كله اسمه فقه اصطفاء لما يجي ربنا يكرمنا أنا وإنت والمشاهد الكريم ونحيا هذا الزمان شهر رمضان ويخليك تروح تصلي في المسجد اللي هو مكان مصطفى ودلك عليه ان انت تعيش في الزمان المصطفى يبقى احنا في نعمه. يبقى المدخل ان احنا في شهر النعم، اول نعمه نحمده عليها انه اكرمنا بان بلغنا رمضان وان سلمنا الى رمضان وان ندعوه ان يمن علينا فيه بالكرم، شهر رمضان الذي انزل فيه القران ادي اول نقطه. انا انزلناه في ليله القدر، شهر من الشهور الجليله العظيمه الذي سيدنا الامام العز بن عبد السلام الف كتاب هو متوفى 660 هجريا يقول مقاصد الصيام ويبدا يتكلم على ان الصيام ده يا جماعه ليه اثار عظيمه جليله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال لك ليه قال لك لعلكم تتقون تكون. احنا عندنا مبحث كبير في العلم هل العبادات معلله يعني في علة للصيام في علة للزكاة في علة للصيام طبعا طب واحد يقول الله زي ما سيدنا علي بيقول لو أن الأمر بالعقل كان مسح باطن الخف أولى من ظاهره م. إذن العلماء اختلفوا في بعضهم يقول لك الأمور التعبدية دي سمعنا وأطعنا م. واحد تاني يقول لك لا ده ربنا يستحال عليه أنه يأمرنا بحاجة ملهاش علة. عله. الراي اللي في النص قال لك بص بس خليك بالراحه هو ممكن يؤمرك بس ما يعرفكش العلم بس في عله انت ما تعرفهاش. اه في حكمه. مم. في حكمه. طب شوف حضرتك بقى لما جه عند الصيام اللي هو عباده قال لك الحكمه. اه الغالب انه ما يقول لكش يعني قبل الحجر وارجم حجر. والاشواط سبعه مش ليه ثمانيه والصبح اثنين مش ليه ثلاثه كل ده انت تقعد تشتغل فيه تصل في النهايه سمعنا واطعنا طانع. لكن دي في الصيام الكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ادي لقطه اللقطه الثانيه انه لما جيت يتحدث عن الصيام قال كل عمل ابن ادم له في الحديث القدسي الا الصوم فانه لي وانا اجزي وانا اجزي به اشمعنى اشمعنى قال الصوم بالذات واحد يقول ايه اصل ده في عدم رياء في عدم نفاق نعم ممكن بس ممكن يخش الرياء انت النهارده صمت زي الشريف والله انا صايم طب في الشغل يا جماعه ما تضايقونيش اصل انا خرقي كذا اصل انا صايم يبقى كاني ممكن يالج الرياء بس اكيد ان انت لما دخلت لوحدك والابواب مغلقه ها وعطشان وما شاء الله عز وجل من طعام اللي منعك يبقى المخافه يبقى الخشيه صحيح حته تنهى تانية قالها العلماء الكبار في فكرة آه العلة من كلام ربنا كل عمل ابن آدم له إلا, إلا الصوم. الصوم قال لك لأن الصوم لم ينازع الله عز وجل فيه أحد قال لك حتى الملوك الذين ادعوا الألوهية حتى من ادعى الألوهية من الخلق يقول للناس اسجدوا لي يقول للناس طوفوا حواليا اذبحوا لي لكن ما سمعناش حد ادعى الألوهية من دون الله وقال لك إن أنا سمولي, سمولي. لأنه صعب جدا م. هينفع ازاي يعني زي مثلا زمان أحد قال لك لأن هذا الإثبات أو هذا الإحاطة تقع على عاتق مين من يدعي اللي أنت عاوز تعبده هيعرف يراقب الناس كلها إن هي صامت نعم. له زي مثلا أحد شيوخ الكبار القراء كان الملك فاروق عاوزه يقرأ في قلب القصر وهو كان صراحة في رمضان يعمل حفلة والناس تقرأ فقال له بص أنا مش هقرأ إلا بشرط قال له إيه قال له ساعة ما الإذاعة تشتغل ساعتها الإذاعة الأهلية في الأهاوي كل الناس تقعد تسمع وما يلعبوش ولا يعملوا حاجة قال له والله أنا ما أقدرش أنفذ لك الأمر لأني مش هقدر أحط لك على كل آه آه قهوة واحد يحكم الناس وما عملش نفس الفكرة أنه لم يدعي أحد أبدا ممن ادعى في نفسه الألوهية كفرعون وغيره إنه يقول للناس صموني فلذلك قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فانه لي وان اجزي به. طيب لو اردنا ايضا ان ننتهز فرصه شهر رمضان لبدايه حقيقيه وانطلاقه ايمانيه جديده يعني مع المولى سبحانه وتعالى، كيف تكون في استغلال هذا الشهر لكل لكل عبد من عباد الله الصالحين وحتى غير الصالحين يعني حضرتك بتدخلنا الشيء اسمه فقه الاغتنام. يعني احط صحيح. كيف نغتنم الفرصه؟ كيف نغتنم؟ بس احنا قلنا في فقه اصطفاء. آه. يبقى قبل فقه الاغتنام فقه التهيئه. <applause> يعني مثلا استاذ شريف جاي زائر عندي البيت فانا ابدا لمكان عندي له يد علي حد عظيم جاي بيتي ابدا انظف البيت وتلاقي السيدات الطيبات تنظف وتغير السجاجيد والستاير وتقول لزوجها عاوزين لي بس جديده للاولاد ويبداوا يستعدوا في حضور الضيف مين اللي يتكلم ويتكلم ازاي ولو احنا بقى هذا الضيف ذا شان عظيم ازاي نستغل وجوده في بيتنا وناخد منه اعلى المكاسب زي ما تلاقي زمان كان الولد يطلع يتكرم في حفله ليله القدر ثم يقول للرئيس انا عاوز رحله عمره الابوي أو دي فرصه <applause> هيقول له خلاص انا اديتك رحله العمره ده اسمه اغتنام اللحظه ولله المثل الاعلى شهر رمضان ده شهر عظيم ربنا اصطفاء فكيف نتهيأ ده فقه التهيئه ده قبل فقه الايه الاغتنام فقه التهيئه قال لك لمن اصطفاه الله خلاص احنا خدنا فقه الاصطفاء طب فقه التهيئه قال لك بخمس حاجات واحنا لسه تاني يوم في رمضان خمس حاجات خدهم وبعدين نقول لك عشرة في فقه الاغتنام في فقه الاقبال على الله التهيؤ لهذه الايام الطيبة استشعار الجلال جلال الله سبحانه وتعالى الاعتراف بالتقصير والنقصان مخافة الرد والخزلان الندم على ما كان الطمع في عفو الرحمن يا سلام. رقم واحد ان احنا وإحنا داخلين نستشعر جلال ربنا خوفه نستشعر العطاء الإلهي ربنا ليه أسماء جمال أو صفات جمال وصفات جلال وصفات كمال صفات الكمال السميع البصير العليم الخبير طب صفات الجلال القاهر المقتدر الجبار طب صفات الجمال الرحمن الرحيم التواب الغفور فالشيخنا قال لنا بصوا بقى اتعلموا صفات الجمال للتخلق هو كريم فانت ممكن تسمي نفسك كريم مع التفاوت، هو رحيم تبقى انت رحيم، هو غفور تبقى انت غفور، لكن صفات الجلال القاهر المقتدر الجبار المتكبر الكبير قال لك دي مش للتخلق ده دي للتعلق. م. يعني ايه للتعلق؟ زي ما عندنا في البلد يقول لك اللي مالوش كبير اشتريه كبير اشتريه كبير فانت بتتعلق به لانه كبير يبقى كذلك نحن نتعلق بالله القادر المقتدر الجبار المتكبر فوانا داخل عارف انه رحيم عارف انه تواب بس وانت داخل الايام ديت خاف منه شويه عشان لما تخاف تجتهد أكتر صحيح ادي واحد مو. رقم اتنين ان تعترف انك مقصر الاعتراف بالتقصير والنقصان في نوع من انواع الحياء اسمه حياء التقصير لو انا جاي بقول والله ولا الحمد لله انا عبدتي وفي ناس بتكترئ على هذا الامر والله الحمد لله انا غير رمضان عندي زي رمضان انا مع ربنا على طول سليم لا انت تدخل وانت خاضع مستسلم كما يقول اهل الله اننا وجدنا الناس الى طرقات الله المتعدده اللي داخل من باب الكرم اللي داخل من باب الرحمه الا باب الانكسار والمزلة خشوا ربنا من باب الانكسار والمزلة لان ده باب النصره وباب الرضا وباب الرحمه بعد كده على طول وانت في اول الشهر مخافه الرد والخذلان مش هيجي في اخر الصلاه يقول له صلي فانك لم تصل ما الراجل قام آه وركع يروح يحج يقول لك لم ياخذ من حجه الا السفر والتعب برضه هناك من يصوم ولم ياخذ من صيامه الا الجوع والعطش ده اسمه حضرتك اسمه انت وانت داخل خاف ان ربنا يردك انه يخذلك وبالتالي تجتهد اكتر وتشد قوي وتخلص قوي وتتوكل عليه قوي يبقى استشعار الجلال الاعتراف بالتقصير والنقصان مخافه الرد والخذلان احنا لسه في ثالث ليله يعني محتاجين الكلمه اللي بعد كده الندم على ما كان ان نبدا بتوبه لسه في الاول لسه في العشر الاوائل طيب شيوخنا في الحديث النبوي قال صلى الله عليه وسلم الندم توبه قالوا الندم توبة كقوله في الحج الحج عرفة فإذا كان الحج هو الركن الأعظم في شعيرة فإذا كان الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في شعيرة الحج فإن الندم هو الركن الأعظم في التوبة يا سلام ولذلك يقول القاضي عياد رحمه الله استغفار بلا إقلاع عمال تستغفر من غير ما تقلع عن الذنب توبة الكذابين أوه. توبة الكذابين ما هو واحد يقول لك ايه ما ربنا بيقول لنا اذا اذنب عبدي فاستغفر كل ابن ادم خطأ. نعم. وخير الخطائين التوابون آه بس مش لسان أوه. مش بالكلام بالفعل مم. ولذلك كان سلفنا الصالح يستغفرون الله من تقصيرهم في الاستغفار مرتبه عليا وبالتالي بقى انت يا عم الشيخ قلت لي في الاول استشعر الجلال صح وبعدين قلت لي خاف انه يردك وتوب وارجع بس قلت لك في الاخر الطمع في عفو الرحمن، فتبداها باسم من اسماء جلاله ثم تطمع بصفه من صفات جماله، فتبقى بين الامرين بين الرجاء والايه؟ والخوف والمحبه والرضوان، ده المدخل اللي ممكن نسميه حضرتك يا استاذ شريف فقه الاقبال على الله اللي هو بتاع اليومين الاولانيين من شهر رمضان. طيب عايز ارجع لفكره العبادات يعني. نعم. أه ليه ليه المولى سبحانه وتعالى ربط علة الصوم بالتقوى؟ وهل يمكن القول لفضيلة الشيخ أحمد إنه إحساس الغني بالفقير عله من علل الصيام يعني؟ بص حضرتك احنا عندنا شجره في باب المقاصد زي شجره كده ولها غصون ولها سما وليها أوراق الشجره الرئيسية الأركان الرئيسية المقاصد الكلية اللي هي حفظ النفس والدين والعرض والعقل والمال يطلع الغصون ان كل عبادة ان العبادات لها مقاصد وتيجي بقى المقاصد الجزئية الخاصة دي بالعبادة هو ليه للصيام الصيام ليه عدة مقاصد التقوى اولا جماعه كل خير طبعا. طيب انا لما ابقى انا غني وتجيلي قضية اننا نجعل الكل على صعيد واحد اول حاجه في حته المساواه هل انت عشان انت غني او انا فقير او انت كذا او كذا هتفطر بدري شويه ولا كله في توقيت واحد يعني لما امه في توقيت واحد مليار و300 مليون بيفطروا يعني قدروا يتجمعوا زي ما تلاتة أربعة مليون بيقفوا على عرفة بلباس واحد وهيئة واحدة كأن من مقاصد العباد العبادات ان تنفس في نفوس المسلمين توحدوا يرحمكم الله جمعناكم على كلمة التوحيد فاجتمعوا على وحدة الكلمة وده مقصد احنا محتاجينه دلوقتي كأمة مع هذا التفرق والتشرزم والاقتتال والدماء بيننا فاحنا محتاجين نعيد مرة أخرى تعظيم هذه المقاصد الشرعية من ناحية أخرى إن هو عاوز يصنع مجتمع التكافل والتراحم والتواد زي ما حضرتك أنا فقير ما ممكن أكون فقير وبدي وبعطي بس فقير وأشعر بالجوع هيبقى في قضيه اخرى، ياتي الشعور مع الاحساس بعدها على طول لو انت مش هتدي انا هاجبرك تدي بزكاه الفطر، فيخليك تعطي، فبالتالي هو مدرسه للتواد والتحاب وللشعور اللع... وخلق شعور جماعي للأمة بأننا يجب أن نتكاتف وأن نتراحم وأن صحيح. نتواد فهذا ثمرة من ثمرات الصيام ومقصد من مقاصد الصيام لأنه مدرسة للصبر مدرسة للإقبال على الله صحيح. مدرسة للصدقة، مدرسة للرضا الخالق في القيام على حوائج المخلوق أوله رحمة وأوسطه نعم. مغفرة وآخره عتق من النار نعم. يعني آه ثلاث جوائز إن صح طبع. التعبير إزاي الإنسان يفوز بهم كيف يمكن تقسيم الشهر لتحقيق هذه المعاني العظيمه طيب الشيخ هاخد من كلام حضرتك كلمه الايه الجوائز الفوز اه الفوز صحيح اه طيب وقبليها سالتني عن كلمه التقوى آه ما تيجي نربطهم ببعض آه في شهر رمضان اه فيجي ربنا يقول في القران الكريم فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد, فقد فاز فيبقى فاز فاز الكلمه بتاعتنا اللي هي كلمه الفوز, الفوز فسالناه يا رب يا رب صفته ايه اللي فاز ده ادينا اشاره عشان نبقى زيه فقال لنا ان للمتقين مفازة مفازة اربط بقى الايتين بآية الصيام يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يبقى كأنه فرض علينا الصيام لندخل في ذمرة المتقين حتى نكون من المزحزحين عن النار فنكون من أهل الفوز بالرضوان طب ايه الوصايا اللي ناخدها بقى؟ اللي اللي الاجابه بتاعت حضرتك اللي نستغل ايام الرحمه وايام المغفره وايام العتق من النار. احنا عندنا الشريعه والاسلام بيشتغل على ثلاث محاور في بناء الانسان. محور بيشتغل على انه يهذب نفسك. المحور الثاني انه يخليك سخي تعطي. المحور الثالث ان يخليك تعمل حركة وعبادة بدنية ده اللي القرآن قاله برضو عن المتقين في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين يا رب للمتقين. للمتقين قال لك واحد الذين يؤمنون بالغيب أمر نفسي ويقيمون الصلاة حركة ومما رزقناهم ينفقون مال هندي عشر وصايا على الثلاث محاور دول محور المال محور الأداء البدني محور الإيمان العقدي من الداخل بنقول الوصايا العشر لاغتنام رمضان للفوز يوم الحشر، رقم واحد صفاء القلوب، اخلاص النية للمقصود، صدق توبة للمعبود، البعد عن أهل الصدود، كثرة الركوع والسجود، التدرع بالدعاء والقنود، التصدق والجود، التودد للودود، تذكر وحشة القبر والدود، الاستعداد لليوم المشهود. العشر وصايا دول واخدين التلات محاور. م. صفاء القلوب إخلاص النيل المقصود صدق توبة المعبود ده كله أمر نفسي المدخل والله والله عشان ربنا يرضى عنا ويكرمنا ويشملنا بعفو هو أن تطهر تلك القلوب من الأحقاد وأن تطهر تلك القلوب من الأدران وأن تطهر تلك القلوب من حب الدنيا وأن ندرك أن إحياء القلوب في الإقبال على الله سبحانه وتعالى يبقى الإشكالية تكمن في قلوب مملوءة بالصدأ والحقد عاوزين ربنا يكرمكم بصفاء القلوب بطهاره القلوب ولذلك لما النبي يعرف ميعاد ليله القدر ويخرج ليعلم المسلمين اياها يجد رجل رجلان يتلاحيان بيتخانقوا مع بعض فينس. فرفعت ليله النصف من شعبان ربك يتجلى على اهل الارض فيغفر الا لمشرك او مشاحن اليوم الخميس ربك يغفر لكل خلقه الا رجلان متخاصمين دعهما حتى يصطلحا ايه ده مدخل صفاء القلوب يا جماعه في هذه الايام ايام المصافحه وانا بقولها دايما شوفوا اللقطه بتاع سيدنا يوسف لما اخواته دخلوا عليه وهم اللي رموه في البير وعلى فكره شيوخنا بيشبهوا رمضان وبقيه شهور السنه بيوسف واخواته على اعتبار ان الاخوه ال11 هم 11 شهر ويوسف ده هو رمضان هم ينزغ في قلبهم الشيطان ويدخل في نفوسهم الشيطان بحقد وحسد شوف صفاء القلوب ما الحقد وهو يقول لهم لا تثريب عليكم اهو المدخل ولما جم قال لهم وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن رغم أن الإحسان في البئر أعلى فكان من اللائق أو من الأجدى أن يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر فلماذا عدل من قوله وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر إلى وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن أستاذ الشريف الداني التابلت طب وبعدين الداني فص من كبده أقول الداني تابلت ولا فص من كبده أعطي له حاجة عالية طبعا. الأعلى طب أنت هنا ما تقول أحسن بي إذ أخرجني من البئر، ده أنت كنت صغير وضعيف و... وخرجت منه وأنت السيد ابن السيد الكريم ابن الكريم عبدا تباع وتشترى. تيجي لما تذكر المحاسن والفضل تقول له قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما أنت كنت داخل كبير وداخل مختار ومعاك الملك والوحي، لماذا عدل؟ قال لك لأنه لو جاء لهم وقال لهم وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر. فاكرينه؟ اللي أنتوا رميتوني فيه؟, فيه ها؟ ربنا كرمني وانا بقيت العزيز وانتوا جم مسؤولين عندي تتحرك الاحقاد والشحناء والبغضاء ولذلك ها قال اهل العلم خذوا قاعده ذكر الجفا عند الصفا جفا يا سلام ذكر الجفا عند الصفا جفا متخانقين مع بعض زوج وزوج اي حد لما يجي نصطلح ما تحكوش اللي فات لما بيجوا يحكوا قد يتولد عن ذلك ان يستطيل احدهما على الاخر انكارا فيتولد عن ذلك فسادا اكثر, أكثر مما اكثر مما كان. وده اللي احنا كثير من محاولات الصلح بتفسد بين الناس بسبب, بسبب يعني اه, آه حديث الجفة في الماضي. نعم ذكر الجفا عند الصفا جفا صفاء القلوب. اثنين اخلاص النيه للمقصود، من المقصود؟ م. الله ودائما يا استاذ شريف المقصود موصوب بالكرم. مم. امشي في شوارع القاهره كده يقول لك قاصد تواب ولا قاصد كريم قاصد كريم قاصد كريم طب شوف القران اتوصف بايه مم. قران كريم طب شوف رمضان اتوصف بايه رمضان كريم كرم الله يا جماعه شوفوا الرب بين ثلاث حاجات ولماذا صفه الكرم قال لك لان مع الكرم جود ومع الكرم عفو ومع الكرم عطاء ومع الكرم عفو عن الذلات فلما جه يقول ان انا قاصد فأقصد الكريم لذلك لو ان هناك شخص يريد ان يعني معونه من احد فيقول لزوجته اروح اقول لفلان تقول له روح له يمكن يديك لانها مش متاكده لكن لو ان هناك رجل مقصود اي محجوج لان احنا حتى بنقول ايه في الحج الحج لغه القصد مم. يبقى المقصود دائما يعطي فلذلك بس. سموه قاصد كريم فيبقى احنا محتاجين صفاء القلوب اخلاص النيه للمقصود وشوف الامام البخاري بدا الصحيح بانما الاعمال بالنيات صحيح صحيح اللي هو النيه ولذلك قال اهل العلم وشيخنا اصل الامر ومنتهاه اخلاص النيه لله إخلاص نعم نعم طيب يعني الحديث الممتع متواصل مع مولانا الجليل فضيله الشيخ احمد ربيع الازري بعد الفاصل مشاهدينا الكرام والحديث عن مآثر مآثر رمضان الحقيقه وكرمه وجوده كما تحدث الينا فضيله الشيخ ابقوا معنا احب حضراتكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من حلقتنا الليله مع الناس وفضيله الشيخ احمد ربيع الازهري نتحدث عن فضاء شهر رمضان المبارك فضيله الشيخ احمد يعني بنستقبل رمضان كتير مننا بحماسه فنؤدي العبادات وما الى ذلك ثم سرعان ما ينقضي الشهر ويسيطر علينا الكسل مره اخرى او على البعض منا ازاي الانسان يظبط بصلته في باقي ايام السنه كما رمضان يعتبر رمضان هو البدايه وليس النهايه، رمضان بدايه البدايه أوه. في العوده الى الله. ولذلك احنا لما عمالين نقول يا جماعه صف قلوبكم، يا جماعه توبوا الى الله عز وجل، يا جماعه كونوا في هذا الشهر من اهل السجود والركوع والاقبال على الله بالعباده والصدق والتودد للودود بالقران وبالذكر وبالتسبيح وبالتحميد. لما بنخش من المدخل ده عاوزينه يعمل علاقه مع ربنا. يعمل صله مع الله. اصل العلاقه بربنا لها اربع اركان. الركن الاولانه الاولاني الصله، الركن الثاني الثقه، الركن الثالث الاستسلام، الركن الرابع الاخذ بالاسباب. احنا رمضان بدايه بس لازم عشان تبدا علاقه مع ربنا يبقى رمضان شهر الصله. طب تاتي الصله منين؟ انت صايم الحمد لله. الصيام من العبادات الفريده الجليله اللي انت ممكن بتبدا تضبط فيها نفسك مش بس على اجتناب الحرام ده كمان ده الامتناع عن الحلال. ده لك في نهار رمضان امتنع عن الأكل وعن الشرب وعن الزوجة الحلال ده حلال يا مولانا بس هو قال لي شفت فكرة أن نعيد صناعة البوصلة مرة تانية م. المغرب بيدا سبعة لتلت ثلث مثلا م. يبقى تسعة وتلاتين دقيقة ممنوع ممنوع م. و وبز... أول ما يقول الله أكبر تدعوك الشريعة ويدعوك الإسلام ويدعوك المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تسارع إلى الفطور والإفطار وأن في ذلك بركة وأن تعجل ايه ده؟ ايه المدرسة اللي بتعلمك ده؟ ده كل العبادات بتعلمك التزام الحد مع الله فيقول لك خلي بالك ده في حد مكاني وحد زماني للحج ما ينفعش واحد يروح ينوي الحج كده مثلا في شهر الربيع يقول لك اصل ده شهر مولد النبي نقول له لا ما ينفعش ما ينفعش واحد يجي يقول لك طب انا هعدي الميقات بتاع مصر وبراحتي بقى لا العبادات من اهم مقاصدها زي ما قلنا في الهدايه في التعبد في الالتزام ايضا انه يربيك على ان تكون من اهل الفوز والنجاح فلما بنقول يبقى في صله لما بنقول يبقى في ثقة لما بنقول في استسلام لما نقول في رضا بما أنزل الله سبحانه وتعالى دي كلها مقدمات للدوام للمداومة ولذلك ابدأ عود نفسك بقى عشان تبقى من أهل رمضان وتأخذ من رمضان لما بعد رمضان فلو قلنا صفاء القلوب وإخلاص النا لله المقصود ابدأ بتوبة واجعل رمضان هو البداية وبعدين بقى ابعد عن أهل الصدود ما انت عارف صاحبك اللي بياخدك للخير وعارف صاحبك اللي بياخدك للشر وعارف امتى لما تبقى عاوز تعمل كذا تكلم مين وامتى ما تكلمش مين وامتى تشيل رقم فلان من موبايلك وامتى تكتبه وتحطه باسم جميل وتعمله رنه خاصه صح ولا لا احنا كده ما احنا عاوزين يبقى لنا رنه خاصه رنه ايمانيه ايه الرنه دي الانذار no. اول ما تعمل شيء حرام تجد عندك جرس انذار اللي بنسميه النفس اللوامه احنا عندنا حاجه قالوها لهنا تعالوا تعالوا انتوا في رمضان هنصفد الشياطين طيب الشيطان مش هيوسوس طب والمعاصي بتتعمل ازاي قال لك في نفس في هوى ابدا بقى شوف قد ايه نفسك ملكاك قد ايه هواك مسيطر عليك اعمل ده مقياس فلما تلاقي نفسك في معاصي وفي ذنوب وفي دنيا يبقى في خطر يبقى الشيطان غلبان بالنسبه ليك ده الشيطان يعني يرفع لك القبعه لانه قال هو يا جماعه انا سايبه في رمضان ما جيتش جنبه ونفس الوتيره واحده ويمكن زود كمان وبالتالي احنا محتاجين نتعلم فقه الجوع جوع عن ايه ان انت اللي يقول لك ده بلغه الشباب ده جعان كوره صح ولا لا يبقى بقاله فتره مصاب ولا ما كذا ينزل عاوز ياكل النجيله طب انت بقالك سنين عاصي انت بقالك سنين في المعاصي جوع طاعه بقى توبه ابدا تاجر مع ربنا واعرف ان الزمن عليك كل لحظه بتفوت من عمرك هي من حسابك فيقبل ولذلك بقى بنقول يا جماعة كونوا من أهل السخاء يعني يقول لك صفاء القلوب إخلاص النية المقصود صدق توبة للمعبود البعد عن أهل الصدود كثرة الركوع والسجود اسكت أسجد. اسجد لربنا لو مش هتبكي تباكى يا عم اعمل نفسك بتعيط والله هيقبالك مرة مع مرة يبدأ الخشوع اللي هو فيه خلف. تكلف م. إلى شعور حقيقي م. شعور حقيقي وابدأ يعني كلك مع الله حال لا يعلمه عنك احد، سر بينك وبين ربنا، لا يفتش، محدش يعرفه، ولو حد عرفه بعد موتك يبقى بالصدفه. كانوا يقولون على الحسن بن علي بخيل، شوف ابن بنت النبي والراجل بخيل وكذا، ويسمع الكلام ده وهو عادي. لما مات الحسن كرم الله وجهه ورضي الله عنه، ها، مات الحسن انقطع العطاء عن مئة بيت من فقراء المسلمين، فقالوا فعلمنا بأنه الحسن. مش لازم دلوقتي اللي بيعمل فينا خير بيصور سيلفي وينزله على على الصفحات بتاعته على كذا وكذا وعاوز الناس يقول لهم اللي مش هيقول الله اكبر او يكتب لي كذا وبيحلف الناس و... احنا بنتاجر بنتاجر لكن فين الخفاء فين السر فين البحث عن هؤلاء الناس الذين لا يسالون الناس الحافه فين البحث في واقع امه بتتلمس الخطى ان نخرج من تلك اللحظه المازوميه ومن اهم ادوات ان احنا نخرج التكاتف والتراحم والتواد والتعاض والاحسان فقه الاحسان الامه محتاجه الى فقه الاحسان اللي كل الشريعه بتدور في فلك الحسن والجمال وقول للناس حسنا ها ده معنى اهو المسلم لابد ان يتاجر مع الله في هذه الايام بسجود اطيله في السجود مع الله سبحانه وتعالى الهدف من السجود مش بس اطاله ان انت تخرج وقد تلبست بالخشيه من الله فيتولد عن ذلك صناعه الضمير اللي احنا المشكله اللي احنا عايشينها ان نيجي نجيب الحاجه اللي هي تعبانه ان الناس بتتقل ما نرجع تاني نتعلم صناعه الضمير هو مش رمضان ده انت خايف تاكل او تشرب لان ربنا شايفك يبقى من اهم الدروس المستفاده فقه المراقبه انك تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ارجعنا تاني لمقام الإحسان شوف بندور في فلك الحسن أن نعود مرة أخرى إلى هذا المعنى العظيم من الجلال أن نبدأ نتعامل مع الله سبحانه وتعالى من هذا المدخل العظيم يا رب أنا عارف أن أنت شايفني وعارف أن أنا مقصر في جنابك وعارف أن أنت التواب وعارف أن أنت الرحيم فتبدأ لقطة أخرى من لقطات الصلة مع الله وما ننسى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الدعاء له وبكثرة الصلاة عليه فكل شيء يؤخذ ويرد إلا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم لا ترد ده مدخل آخر من مداخل الإقبال على الله حاجة تانية مهمة إن العبادة التي لا تثمر في القيم وفي الأخلاق عند البشر يبقى في خطأ إن العبادة التي لا تتبع بعبادة يبقى دليل إن ما كانش فيه إخلاص فدليل قبول العمل الصالح أن يتبع بعمل صالح يا سلام. ودليل أثر العبادة أنها ناجزة ومثمرة أن تجد لها ثمارا في بدنك يعني ما ينفعش يوم العيد يوم العيد الصبح بدور على فلان وعشان نروح نعمل يوم إيه أو نقضي إيه أو كذا أو كذا إحنا لسه لسه في البداية ده رمضان هو بداية الانطلاق إلى الله ولذلك كان الصحب الكرام رضوان الله عليهم يعيشون في أثر رمضان ونفحات رمضان وتجليات رمضان بعد رمضان ستة أشهر ثم يتشوفون الى رمضان والاقبال على رمضان ستة أشهر. سته اشهر وخلي بالكم رمضان كل اللي احنا بنعمله مخالف لمقاصده يعني تجد السفره ما شاء <applause> الله سبحانه وتعالى <applause> عامره صح ولا لا صحيح. طب وبعدين هو بيعلمك يهدر, للأسف يهدر الصمت أوه. اتنين ان رمضان ده هو نص هو شهر العمل والانتصار كل الامه انتصرت والانتصار يبقى بالعمل مش بالركون، من اول بدر الى العاشر من رمضان، كله هذا في شهر رمضان، بل على العكس خاضت حروب كثيره الحروب الفارقه المؤثره كانت في رمضان، لتزاوج العلم بالايمان بالعمل، فيجي بدر، يجي فتح مكه، يجي حطين، يجي عين جالوت، يجي العاشر من رمضان. يا جماعه عاوزين نتعلم فقه الانتصار، اولا الانتصار على النفس. انتصار على الهوى. انتصاره على الشهوات، ان احنا نعيد صياغه الانسان مره ثانيه على قيم التواد والتحاب والعمل والاخلاص والاتقان، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، فين ده كله بقى من ثمار الصيام؟ فين ده كله من ربنا بيقول لعلكم تتقون، طب لو احنا اتقيناه شوفوا بيرد علينا برضه، ما هو القرآن فيه تفسير القرآن بالقرآن، ده ملمح موجود، لعلكم تتقون، طب لو احنا اتقيناه؟ يقول لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مم. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، طب احنا عاوزين نلمن قرشين واليومين دول الدنيا يعني سالكة، وبيغالوا على الناس ويخزن البضاعة عشان يزود وكذا، طب ما تخلي بالك مع ربنا بتعمل كده ليه؟ مهما تجمع هتاكل انت كل اللي انت مجمعه؟ ما انا عاوز اسيب الولادي. يربط برضو بالتقوى وليخشى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعَافًا خافوا عليهم قال لك فليتقوا الله وبعدين قال لك وَلْيَقُولُوا قَوْلًا, قولاً سديداً. سَدِيدًا فالشيخ نقول لك ليه قال لك القول السديد قال لك القول السديد عشان تحسن حسن السيرة طب وتقوى الله تحسن لأولادك من بعدك حسن المسيرة فيبقى هو ده اللي احنا عاوزينه يا جماعه شهر رمضان شهر تُفتح فيه ابواب الجنان وتُغلّق فيه ابواب النار، في تفسير دقيق احنا متخيلين ان ابواب الجنه تتفتح وان الجنه والنار تُغلق قد يكون ذلك، لكن المعنى الادق انك تأتي فيه باعمال تُفتح لك الابواب مش في واحد يجي يقف على باب يقول لك انتوا واقفينه ليه؟ ده ده يخش من غير ما حد من غير استئذان وفي واحد تاني يقول له معلش انت معلش مش هتخش لازم تصريح واحنا ما لكش التصريح من الجهات المختصه انت مش داخل طب ما تيجوا في باب ما فيش تصريح احنا في شهر رغينا كل هذه كل هذه الامور وشيوخنا يعلمونا مره كنت في الجامع الازهر قاعد الكلام ده بقى لو خمس ست سنين وبعدين قاعد فواحد دخل قال يا جماعه انا عاوز كان شيوخنا قاعدين في الجامع واحنا عاوزين واحد يبقى بيني وبين ربنا يعني شيخ كده روحاني اما يحصل لي حاجه اقول له وهو ايه يدعي لي فشيخنا يعني قالوا, قالوا له قوم يا شيخ احمد رد كانوا مشغولين فانا اصغرهم فقلت له يا فلان كلمه والله لا ادري كيف اجراها الله على لساني ولكن دايما شيوخنا يقولوا ايه لا تحسبن ما كان منك لخير فيك انما هو رزق ربك لمستمعيك فقلت له يا فلان انك تبحث عن مفتاح لباب اصلا مفتوح إحنا مش محتاجين حد. ما عندناش واسطة. أنت قول يا رب. يقول لك لبيك عبدي. أنت إن تقربت منه شبراً تقرب منك ذراعاً. وإن تقربت منه ذراعاً تقرب منك باعاً. وإن جئته تمشي جاءك هرولة. هو بيحبك. والله ربنا بيحبنا. عارف لو ما بيحبناش ما كناش عايشين في الكرم اللي إحنا عايشين فيه. صحيح. والله إحنا في نعم كثيرة لكن إحنا في اختبار وهنا ليميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب. الخبيث من الطيب. طيب, طيب نبقى في هذه النقطة العبادات واستغلال نعم. نعم. شهر رمضان ولا قراءة القرآن من أفضل العبادات في شهر نعم. رمضان وحثنا المولى على أن نقرأ القرآن أنا الليل وأطراف النهار. كيف نحول هذه العبادة إلى عادة حتى بعد شهر رمضان في إطار فقه الاغتنام ايضا صوت الشيخ شوف حضرتك في اطار فقه الاغتنام قلنا التودد للودود على م. راس ما يتودد اليه بقراءه القران، م. طب ما نيجي نفهم الاول مفهوم القراءه نحرره باول ايه في القران اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم فالعلماء قالوا ربنا كرر الامر بالقراءه عشان انت يا استاذ شريف والمستمع والمسلمين كل منكم منوط به قراءتين وليست قراءه واحده م. قراءه في الكتاب المستور بالتدبر وقراءة في الكون المستور بالمنظور بالتدب التدبر وبالملاحظة والمشاهدة هي الفكرة بتكمن في إيه يجي يقول له أنت قريت القرآن كم مرة يقول لك أنا بفضل الله ختمت القرآن خمس مرات أنا ختمت القرآن ثلاث مرات أنا ختمت كذا يا جماعة مش بالعدد العدد أن أنت تبدأ تجعل من رمضان بداية لحاجة بتقولها التعود التأقلم أن تصنع علاقة مع القرآن القرآن ده أنا مش عاوز أقول لفظ يبقى فيه مخالفة للعقيدة لكن القرآن إن تعايشت معه أحاطك بسور من النور والرحمة والتجليات معايشة حقيقية مع كل آية إذن أنا بقول للناس وإحنا لسه في أول رمضان اجعل ورد ليك المصحف وجيب معاه تفسير زي بتاع سيدنا الشيخ مخلوف آيات القرآن جيب تفسير مبسط يقول لك معاني القرآن فلو انت قريت بس ثلاث اربع اجزاء في رمضان بس قريت معاهم التفسير بتاعهم ده افضل الف مرة من انت تقرأ القرآن كله طب لو انت قريت جزء بتدبر وقمت عليه خير قيام افضل من قراءة لم تثمر ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب قام على سورة البقرة عشر سنين لكن لكن ايضا ايضا هناك قراءة للقراءة يعني أنا بقرأ عشان آخذ السواب لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف, ألف حرف ولام حرف. طيب عاوز يداوم معايا، القرآن عامل زي الحمام. عامل زي الحمام، كل ما تحط له سقيه وماء يحوم حواليك، أول ما تفلت القرآن يتفلت تفلتا شديدا من أهله، لأنه لا يسكن إلا في النفوس المحبه، إلا في النفوس العاشقه، ثم بعد ذلك تنفتح أسرار القرآن لمن شاء الله عز وجل أن تنفتح له. يعني كم من مرات ونحن نستمع لسيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي وكأن حديثه قريب عهد بالسماء يعني مش مقرف كتاب حديثه قريب عهد بالسماء ولذلك تأدب مع الله فقال خواطر شفت يا جماعة يبقى وانت داخل على القرآن تأدب مع القرآن وتخطع مع القرآن وابدأ مع كل آية فيها أمر بشيء انظر إلى فعلك هل بتعمله ولا بتعملوش رقم اثنين كل آية تحببك إلى الله ابدأ اسأل الله سبحانه وتعالى بما رأيت في آياته شيء في عذاب ما ينفعش واحد جاب يقرأ آية العذاب وبيضحك واحد جاب يقرأ آية الآية فيها نعيم ومكشر ما ينفعش الاكتزاء احنا حتى بدأنا في باب قراءة القرآن الانتقاء أنا بقرأ على في بعض المياتم يبقى مجموعة من الآيات التي تحفظ ودقان، يا جماعة لا لا بد ان يصدر حتى في المشهد الاعلامي تلك الايات التي تصنع الانسان تلك الايات التي تبرز ان هذا الدين المفترى عليه من العالم دلوقتي انه دين قتل ان الدين مملوء بالرحمه مملوء بالتسامح صدروا للناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم شفت يا أستاذ شريف المشاهد أتقاكم لأن اللي بيتقي ربنا ويخاف من ربنا مش محتاج له أنت كاميرات تعلقها له في الشغل ولا رقيب عليه ولا حضور وانصراف ببصمة ولا الكلام ده كله هو عارف أن الله سبحانه وتعالى عليه رقيب وتلك هي مدرسة الصيام مدرسة المراقبة والقرب من الله سبحانه وتعالى وأن ندرك أننا في زمان مصطفى وأن نتهيأ لهذه الأيام بهذا العمل الصالح وأن نغتنم تلك الفرصة لأنها أيام قد لا تعود لا فضة يا مولانا شكرا جزيلا لفضل الشيخ أحمد ربيع الأزهري والشكر موصول لحضراتكم كانت محاولة منا لتذكرة أنفسنا وإياكم بفضائل هذا الشهر العظيم وكيف نغتنم هذا الشهر لبداية وانطلاقة جديدة مع المولى سبحانه وتعالى دمتم في أمان الله ورعايته نشوفكم بكرة إن شاء الله إلى اللقاء